في عالم يتسم بالتكنولوجيا والرقمنة، تعتبر من أهم الأشياء فينتك، التقنيات المالية أو المحركات للتحول الرقمي فعليا في القطاع المالي. وتوفر هذه التقنيات إمكانيات لا حصر لها لتبسيط العمليات وتقليل التكلفة وجعل الخدمات المالية أكثر شمولا. ولكن مع هذه الفوائد تأتي مجموعة من المخاطر السيبرانية اللي يمكن أن تهدد بالفعل البيانات والأموال وحتى الثقة في النظام المالي نفسه، اللي راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا فايزة الوناس حداد، خبير في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع. صباحك الله بالخير فايزة، وحياك الله صباح ويانا. النور والسرور عليكم جميعا، حياك الله حياك الله. فايزة. في البداية خلينا نتحدث عن أهم المبادئ الخاصة بالمشاريع التجارية، ريادة الأعمال، وأيضا الأمور المالية. تمام، أول شيء قبل ما نفهم شو معنى التكنولوجيات المالية، نعرف أنه التقنية المالية ليست بالشيء الجديد، إنما نحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ولما نحكي على مصطلح فينتك معناته الفاينانشال تكنولوجي، بمعنى انه ادخال التقنيه والتكنولوجيا لتسهيل معاملات والخدمات الموجوده على مستوى القطاع المالي. بالطبع هذه التكنولوجيا لها العديد من المبادئ والعديد من التطبيقات. اذا حكينا على المبادئ كانسان تقني، موظف تقني بيدخل على النظام المالي، لازم يتسم بمجموعه من المبادئ ويفهمها في نفس الوقت. اول شيء هو العلم القائم على القطاع المالي، حتى ولو كنت تتسم بالتكنولوجيا وعندك مواهب تقنية عديدة، لازم تفهم أن القطاع المالي يعتمد على علم المحاسبة كعلم رئيسي في تأسيس القطاع المالي، سواء على مستوى البنوك أو المؤسسات المالية البقية. كذلك في عندنا القوانين والتشريعات التي تختلف باختلاف البلد اللي يكون نحن فيه، وكذلك على اختلاف القطاع اللي نكون فيه. فمثلا عندنا البلدان العربية عندها ما يسمى بالبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، فالقوانين والتشريعات اللي بتكون على هذا المستوى من الدول غيرها القوانين والتشريعات اللي تكون على مستوى الدول الأوروبية أو الأمريكية على حد إعطاء مثال. كذلك في عندنا شيء ثاني اللي هو خلينا نحكي على لغة القطاع المالي أو المصطلحات المالية. كثير من عامة الناس بيقولوا أن المصطلحات المالية غامضة، هي ليست غامضة وإنما هي مصطلحات تخصصية ممكن الموظفين أو التقنيين الموجودين على القطاع المالي راح يعرفوها بمجرد أن يكون فيه تشفير لهذا المصطلح. كذلك في عندنا نقطة أخيرة اللي لازم نفهمها اللي هي تقسيم الأدوار المالية. وجودك في القطاع المالي كتقني لا يعني أنك تأخذ كل التقنيات المالية أو أنك راح تتسم بمعالجة كل المشاكل المالية أو المشاكل التقنية الموجودة على القطاع المالي، فمهم جدا أنك تعرف دورك داخل القطاع المالي اللي تكون فيه. حكينا على الشق الأول اللي هو المبادئ، الحين نحكي على التطبيقات، والتطبيقات هي معروفة عند عامة الناس. خلينا نحكي مثلا على العملات الرقمية اللي هي كل البطاقات اللي قاعدين نحن نتعامل بها كبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان الموجودة لتسهيل المعاملات المالية. كذلك في عندنا الذكاء الاصطناعي اللي هو تسخير كل ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي لتصميم برامج تسهل العمليات المالية. كذلك في عم نشوف الآونة الأخيرة أنه في برامج متخصصة في تقديم الاستشارات المالية كذلك، وتقدير السعر، مثلا السعر المالي المقدر في السوق. كذلك في عندنا شيء ثاني اللي هو العملات المشفرة اللي قاعدين نحكي عليها وصارت حديث الساعة حاليا، فعلا مثل البيتكوين والإيثريوم. تمام. يعني فايزة تحدثتي عن أهم المبادئ وأيضا التطبيقات بما يخص النظام المالي الرقمي، شو هي أهم أيضا أنواع المخاطر التي قد تحدث في هذا النظام المالي الرقمي بالتحديد؟ النظام المالي الرقمي بحكم أنه وصل لتطور تكنولوجي كبير جدا، ولكن في نفس الوقت احنا قاعدين خلينا نقول أن نواجه مجموعة من التحديات اللي بنسميها بالهجمات السيبرانية أو الأمن السيبراني، سايبر سيكوريتي. الأمن السيبراني في القطاع المالي بحده في عنده العديد من الهجمات أو العديد من التهديدات، في نقدر نصنفها كأصحاب المال، نقدر نصنفها إلى 5 أقسام رئيسية. القسم الأول ممكن هو النوع الأول، خلينا نقول إنه هو الشائع بين عامة الناس، نسميه عمليات الصيد الاحتياطي. هجمات الصيد الاحتياطي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه مثلا خلينا نسميهم مجرمي الإنترنت، مجرمي الإنترنت يحاولون بأي طريقة الوصول إلى
هو يعني نفس نفس الهاكرز. المستخدم، نفس الهاكرز، يعني بيحاول تمام. بأي طريقة أنه يوصل لماذا؟ يوصل لحساب المستخدم عن طريق استخدام تقنيات هندسية. تقنيات هندسية هي محاولة منها أنه خداع الموظف أو خداع الضحية. مثلا يوصلك SMS أو يوصلك بريد إلكتروني أنه أنت اللي قاعد أنت تحاول تفتح الهوية مالتك، فهذا عبارة عن هجمات سيبرانية. النوع الثاني اللي هو أشد خطورة وأشد، خلينا نقول، من ناحية تسجيل الخسائر المالية، اللي بنسميه الفدية. الفدية هذا هو عبارة عن تشفير لملف الضحية والمطالبة بمبلغ مالي مقابل فك هذه الشفرة. بالتالي هذا يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ويؤدي ذلك إلى ضعف وفقدان الثقة بين العميل والجهة المالية أو المصرفية اللي قاعد يتعامل معها. في كذلك تهديدات غير شائعة لكن لازم ناخذها بعين الاعتبار، هي عبارة عن تهديدات داخلية من داخل القطاع المالي نفسه، ولنصنفها كعبارة عن تسرب متعمد أو غير متعمد لهذه البيانات والمعلومات المالية الموجودة على القطاع المالي، سواء كانت من الموظفين أو كانت من المستخدمين لا يدركون خطورة هذه الهجمات السيبرانية. نجي نحكي على مستوى عالمي، خلينا نقول أنه فيه نوع من التهديدات العالمية المتطورة اللي بتكون وراها منظمات كبيرة ومتطورة وعندها تقنيات تكنولوجية، يكون الهدف من وراها مثلا يكون غسيل أموال أو يكون احتيال أو يكون سرقة لهذه المعلومات. ونسمي هذه التهديدات في علم الأمن السيبراني بالـ IPTS. آخر نوع من هذه التهديدات اللي بنسميها WDOS، هذه التهديدات هي عبارة عن مجموعة طلبات كبيرة تنزل في نفس الوقت على المستخدم أو على السيرفر لما يكون في السيستم. فلما تنزل هذه الطلبات الكبيرة على المستخدم راح تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تعطيل العمل المصرفي وتعطيل العمليات المالية المقدمة والخدمات المالية. هذا الشيء راح يؤدي على طول إلى تسجيل خسائر مالية. صحيح. بالتالي خلينا نتحدث فايزة بتفاصيل أكثر عن أهمية الأمن السيبراني بما يخص التكنولوجيا المالية الرقمية. الأهمية مالت الأمن السيبراني في القطاع المالي ممكن له أهمية نعتبرها في 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي حساسية المعلومات الموجودة داخل النظام المالي. المعلومات، الكميات الكبيرة من المعلومات الموجودة في النظام المالي وحساسيتها هو اللي بيخلي أهمية الأمن السيبراني كبيرة. لأنه أنت تحكي على نظام مالي لدولة أو نظام مالي لمصرف أو لشبكة عالمية أو منظمة عالمية، فأي اختراق لهذا النظام ولهذه المعلومات ومحاولة بأي طريقة من الطرق لأخذها، فهذا الشيء راح يؤدي إلى عواقب وخيمة. كذلك الأهمية تكمن في التأثير الموجود بين المؤسسات المالية والاقتصاد بصفة عامة، ونعرف أن المؤسسات المالية مترابطة فيما بينها، مترابطة كذلك مع الأنظمة الاقتصادية، فأي تأثير على واحدة من هذه المؤسسات المالية راح يؤدي على تأثير عام على الاقتصاد، وبالتالي راح يضرب الاقتصاد من ناحية ثالثة. وكذلك في عندنا الأهمية الثالثة، البيانات الموجودة وكذلك التطور التكنولوجي الموجود عليها، هذا الشيء راح يخلي أهمية كبيرة للأمن السيبراني، بحكم أن الأمن السيبراني هو عبارة عن أمن استباقي وليس أمنا تفاعليا. استباقي بمعنى أن أجهز حالي لكل ما هو راح يصير عندي، ممكن راح يصير عندي في المستقبل، ليس فقط أنه أعالج وقت حدوث الخطر أو وقت حدوث الهجمة السيبرانية، ولكن أنه يكون عندي سياسات وعندي إجراءات أتخذها من أجل التفاعل، ويكون جاهزية كبيرة موجودة ووقت وجود هذه الهجمة السيبرانية. صحيح. نتحدث أيضا فايزة، من أنك ذكرتي المخاطر مسبقا، نتحدث عن الأدوات نقول والاستراتيجيات اللي تخلينا بالفعل نحمي الأصول الرقمية المالية في مثل هذه الشركات. فيه العديد من الأدوات والاستراتيجيات اللي قامت كل القوى حاليا الحكومات تتخذها بعين الاعتبار، بحكم أنه نحن في السنوات الأخيرة صرنا نشوف عدد كبير من الهجمات السيبرانية على مختلف الأنظمة. من بين هذه الأدوات في عندنا أنظمة مختلفة للتحكم في الأصول الرقمية، في عندنا أنظمة لمراقبة وتدفق البيانات الموجودة على مستوى الأنظمة، في عندنا كذلك أنظمة خاصة بالتشفير الكامل. التشفير الكامل شو نحكي عنه؟ مثلا لما انا احاول اني ادخل على حسابي راح يجيني تاكيد ثاني عشان اتاكد هويه المستخدم صحيح. اللي قاعد يجي. فهي الانظمه كليتها وانظمه اخرى خاصه بتوعيه وزياده وتعزيز الوعي الامني لدى الافراد
والمؤسسات، وهذا ضروري جدا في الوقت اللي نحن فيه. لذلك في كذلك استراتيجيات خاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر. إدارة المخاطر شو معناها؟ إدارة المخاطر بمعنى أنه أسس إدارة خاصة بالمخاطر السيبرانية، من تشخيص وتقييم وكذلك إعداد كل السياسات والقواعد اللي لازم نتخذها في وقت حدوث هذا النوع من الهجمات. إضافة إلى ذلك نحاول أنه نزيد في الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات. الأفراد من هم؟ الأفراد هم لكل العاملين في القطاع المالي، وكذلك العملاء اللي هم مستخدمين لهذه الأمور. نحن في حياتنا اليومية قاعدة تصير هاي الأمور، مثلا تكون قاعد حتى يوصلك رسالة SMS أو يوصلك اتصال مجهول الهوية ويحاول أنه يأخذ منك معلومات المفروض أنها ما صحيح. تأخذها منك إلا جهة مرخصة. فأنت هون كفرد لازم تعرف شو معنى هجمة سيبرانية قبل ما يجي البنك أو تجي الجهة المالية تبعث لك التوعية هاي. فزيادة التثقيف وتعزيز الوعي الأمني مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه. صحيح. بالتالي نتحدث أيضا فايزة عن الفرص والتحديات المتواجدة بما يخص الأمن السيبراني وأيضا التكنولوجيا المالية الرقمية. التحديات اللي نحن فيها في العصر الحالي وهو عصر الثورة الصناعية الرابعة، ممكن نقول أول تحدي هو المعلومات والبيانات والكمية الكبيرة الموجودة على مستوى القطاع المالي. الأنظمة عديدة والبيانات موجودة والتكنولوجيا موجودة في نفس الوقت، لكن في نفس الوقت في عندنا الهاكرز موجودين كذلك اللي هم أكيد. مجرمين الإنترنت. فقد ما وصلنا لتكنولوجيا كبيرة للأمن السيبراني، في عندنا بالمقابل هذول مجرمين الإنترنت قاعدين يطوروا من أنفسهم عشان يوصلون لتشفير كبير للبيانات وعشان يوصلون للمعلومات المالية الموجودة. فالتطور التكنولوجي لازم نزيد دايما معاه زيادة الوعي، ونخلي المستخدمين والمتعاملين الموجودين على مستوى الأمن السيبراني في تحديث مستمر للمعلومات الموجودة عندهم. وهذا الشيء اللي خلى القوى العاملة في على مستوى الأمن السيبراني زيادة الطلب عليها في السنوات الأخيرة. يعني في تقرير سنة 2022 نحاول نحصل أن زيادة الطلب على القوى العاملة ما نسبته 26.2%. فنشوف أنه صار فيه طلب كبير على العاملين في القطاع التقني والخاص بالأمن السيبراني. وكذلك في عندنا تحديات ثانية اللي نستخلص منها، أنه لازم نزيد تعاون بين المؤسسات المالية، نزيد فيه التعاون فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر، نزيد فيه تثقيف للأفراد والمؤسسات فيما يخص الأمن السيبراني، وكذلك مش مانع أنه نقوم بتدريب كذلك وتثقيف الموظفين في الأمن السيبراني بالأبديت اللي قاعد يصير في السوق العالمي. صحيح. شو حابة اليوم تقدمين نصائح للأفراد وحتى الشركات بما يخص الأمن السيبراني وتكنولوجيا الأمن الرقمي؟ السوق لا يرحم، دائما نقول هاي الكلمة، السوق لا يرحم. فأهم نقطة أنه دائما نخلي الأنظمة الموجودة في القطاع المالي أبديتين، نخلي عندها أنظمة للمراقبة والتدقيق وزيادة الوعي، كذلك دورات تدريبية بطريقة مرنة. خلينا نقول أنه الموظفين ليس فقط التقنيين الموجودين على مستوى الأمن السيبراني، وإنما جميع الموظفين اللي في القطاع المالي، وحتى تكون في دورات تثقيفية خلينا نقول على المستوى المجتمع أو مستوى الأكاديميات مستوى الجامعات، يفهمون بخطورة الهجمات السيبرانية اللي قاعدة تصير، لأنه هذه خطورتها لا حتكون فقط على النظام المالي في حد ذاته. النظام المالي إذا وصلت فيه هجمات سيبرانية، لأنه إذا فقط نجحت هجمة سيبرانية واحدة فراح تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لتأثر على عملاء المؤسسة المالية وتأثر على الاقتصاد بصفة عامة. صحيح. بالتالي يمكن هذه النصائح، الإجراءات اللي ذكرتيها، الفرص وأيضا التحديات فايزة في فقرتنا اليوم، أكيد هي جدا مهمة للأفراد وحتى للشركات بما يخص التحول الرقمي وأيضا بما يخص الأمن السيبراني. كل الشكر لك الخبيرة في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع فايزة والناس الحداد، نورتينا. مشكورة. يعطيك العافية.